غادي نتابعوا برنامج واش فهمتونا وفقراته المتنوعه. فقره عندك سؤال هي الفقره التاليه، طرحوا اسئله علينا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والجواب غيكون عندكم دائما في هذه الفقره. كوتش كريم، السؤال ديالك هذا الاسبوع، كيفاش نختاروا الاصدقاء ديالنا؟ سؤال مهم بزاف، لان في الحياه ما يمكنش نعيشوا مع الناس كاملين، دونك خصنا نختاروا بعض الناس اللي كنثقوا فيهم بزاف باش يكونوا اصدقاء ديالنا ونقدروا نكملوا معاهم واحد المرحله من الحياه ديالنا، اولا علاش لا الحياه ديالنا كامله. اول حاجه واهم حاجه هو خصني بعدا نخدم على راسي باش نكون انا بعدا هو داك الصديق اللي الناس تيبغيو يكونوا معاه. ثاني حاجه هو نحدد المعايير اللي بغيت تكون في هذيك الصديق ولا الصديقه اللي خصو يكون معايا، شنو هما الاشياء اللي كيعجبوني يكونوا في الناس اللي دايرين بيا في الشخصيه ديالهم في طريقه العيش ديالهم باش نكون مرتاح معاهم. الحاجه الثالثه صحابك خصهم يعرفوا فين كاينين الحدود اللي ما خصهمش يتعداوهم في العلاقات معاك باش ما تطيحش معاهم في مشكل من بعد. الحاجه الرابعه في الصداقات كاين مستويات، والناس اللي كنتعرف عليهم جداد ما خصهمش بالزربه يوليو في مستوى ديال الناس اللي قرابين وقدامين معايا، دونك كل واحد تياخذ الوقت ديالو بالتدرج باش كيدوز مراحل باش كياخذ واحد البلاصه باش ما تطيحوش من بعد في مشاكل ديال ما كنتش عارفك بحال هكا. واحد الطريقه تقدروا تستنسوا بها اللي كنسميها لاغوزاج اوتوماتيك، هي واحد الجريده اللي كتبقى تسقى بطريقه اوتوماتيكيه، ما كنبقاوش نفكروا كل مره لان بقينا نتفكروا ممكن هذا الشهر نتفكروا الشهر الجاي نساو. دونك ممكن اننا نديروا واحد النهار في السيمانه مخصص لهذا النوع ديال الاصدقاء هذو، لهذا الصديق ولا الصديقه، واحد المكان اللي كنتلاقاو فيه او لا سيغ فيسبوك ولا باغي سي بيس، اختاروا نتوما الطريقه اللي كتعجبكم. المهم هو ان العلاقه ما خصهاش تنسى بزاف، لان فاش كتنسى كيجيب لنا الله اننا ما بقيناش اصدقاء. بزاف ديال الصحاب او لا شويه ديال الصحاب، الناس بزاف كيسولوا هذه القضيه هذه، ماشي مهم لان انواع ديال الشخصيات تختلف، وكاينين الناس اللي هما يا انتروفيرتي يعني منغلقين على ذواتهم بطبيعتهم، وكاينين الناس اللي اكستروفيرتي او لا منفتحين وكيرتاحوا انهم يكونوا مع بزاف ديال الناس. دونك الا كنتي من الناس اللي كترتاح مع بزاف ديال الناس وتقدر تاسوري اون غولاسيون مع بزاف ديال الناس اون طون مزيان. الا كنتي من الناس اللي كتقول ان لي غولاسيون فيهم لا كاليتي اهم من لا كونتيتي، واحد ولا جوج ولا ثلاثه كافيين باش تكون عندك علاقات اللي كتخليك تكون مزيان في الحياه ديالك. اعتبروني واحد من الاصدقاء ديالكم، ونبقاو نتلاقاو في هذه الفقره هذه باش نجاوبكم على الاسئله ديالكم. دخلوا لاباج فيسبوك ديال واش فهمتونا وطرحوا كاع الاسئله ديالكم، غادي نجاوبكم في الحلقه الجايه ان شاء الله.